البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وسلامه يا ربي. توحشتكم بزاف، سمحوا لي انني شحال هذه ما قدمت لكم شي وصفات. كانت عندي ظروف، وثانيا كان عندي شي اشغال في المنزل وما كانش كنت كنلقى الوقت باش نصور لكم. واليوم ان شاء الله غادي نبداو الحلقه ديالنا نهار اليوم، وهي عباره عن وصفه ديال حليوه ديال دوا زيتي، كتجي رائعة من جد. تابعوني ان شاء الله وهانتوما معايا باش تشوفوا المقادير ديال هاد الحليوة هادي، اللي نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. وتبعوا معايا المقادير والطريقة من الاول حتى الاخر، وهانتوما معايا. غادي نديرو حلوة أخرى بنفس الطريقة، ولكن هنا غادي نخلفو المقادير، ما غاديش نديرو نفس المقادير. دابا غادي ندير عندي هنايا 125 غرام ديال الزبدة، نص كاس ديال الزيت، عندي بيضة وصفار بيضة، البيض والبيض غادي نخليه باش نمرغ الحلوة. عندي هنايا 100 غرام ديال الكاوكاو اللي هرمشتو، يعني رقيق، يعني هو مهرمش رقيق ومحمر، يعني كتاخدي الكاوكاو داك ديال بالقشور اللي كيتباع في المحلات هكذا اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، وكتحمريه في الفرن وكيجي مقرمل بحال ديال مول الزريعه. نتوما زوين. هذا خليته يعني شيطو، بقات لي هنايا 100 غرام، 100 غرام ديال البسكويت، رشيشه ديال القرفه. هنايا عندي خماره وحده، ديروا 7 غرام ولا 8 غرام. رشة الملح، هذا السكر الثقيل، ديروا هنايا كاس ديال العنبه اللي غادي دابا نقول بسم الله، غادي نخوي داك السكر نغربلو، والدقيق طبعا على حسب ما تجمع لينا الحلوه ديالنا. هكا غادي نخلط اولا غادي نغربل، عفوا غادي نغربل هاد الدقيق مزيان ديال السكر الثقيل. هذا كان باقي ليا وقلت غادي يعني ضروري هاد الحليوات هادو بحال ديال الخليط والحليوات ديال الكاوكاو ضروري نديرو فيهم السكر الثقيل. السكر ديال السنيده ما كيجيش، كيجي هذا كيزغزغ في الفم اللي غناكلو الحلوه. دائما الحلوى السكر الثقيل كيواتيها بزاف. هكذا حلوات هكذا دوا زيتي كيجيو زوينين ورائعين. صافي غادي ندير شويه بشويه هكا الزويته وانا كنخلط. ممكن نضيف دابا القرفه، ما كاين حتى مشكل. صافي الخميره حدايا كلشي كاين. صافي هذا مكان الصفار والبيضة، حتى نخلط شي شويه ونزيد ندير بعدا هاد الصفار. صافي تبقى لي غير البيضة، بسم الله، حتى نخلط شي شويه وديك الساعات غادي نزيد البيضة كاملة. ها هي دي، غادي غير نخلط بعدا الاول. صافي بسم الله نخلط ونبقى نزيد الزيت شويه بشويه، وانا كنعرك ضروري ما نعركو الزبده باش تتفتح مع هذاك السكر. هكا نخلطو مزيان، هكا ندلكها مزيان، ديك الساعات نبقى نضيف ديك الزويته بحال لا مايونيز شويه بشويه وانا كنخلط. هكا حتى نكمل ونرجع لكم. نضيف ديك البيضة كاملة، بسم الله
نخلط باش يتعرك ليا. غادي نضيف داك نديرو رشيشه ديال الملح ما نساوهاش. غادي نضيف داك 100 غرام ديال البسكويت اللي كان بقى ليا. خصكم طحنوه مزيان تنيلوه صافي. ونزيد داك الكاوكاو مهرمش ملح صافي. ديك الخماره صافي. وغادي نجمح صافي مع هاد الزبيده وداك البيض. نعرفوا الا كان شي كويرات د الزبده بقاو لينا هكا. ونضيف الدقيق راه عندي مغربل هذا صافي صافي. غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع الحلوه ديالي ونطلق العجينه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونطلقها باش غادي نعملو الحبات ديالنا. كيجي لونها زوين ومنكها بالكاوكاو باش ملي تاكليها كتجيك داك الحبيبات هكذا ديال الكاوكاو. ما طحنوش كامل صافي. انا غادي نكمل. واحد النصيحه نعطيها لكم، كاين بعض المرات لي بيسكوي اللي كي ديال الزبده اللي كيشربوا، ولهذا خصكم تاخذوا الاحتياط ديالكم انكم ما تبقاوش تغلبوا الدقيق. يعني خصك الدقيق تزيديه غير بالقياس بحال غتعملي هذا الصابلي وهذا واللمان ديالها بحال كتلمي الصابلي. هانتوما شفتوا كي كندير غير بحال هذه الطريقه هذه. ما ديريش سميتو تبقى تعطيها الدقيق والصابلي ديالك يكون يعني تنشف لك. وحتى كاع الا نشفات لك كاين واحد لاستوس نزيدو لك. كتخدمي الزبده ديالك مزيان، هاد الزبده اللي خدمتي بها صافي كتضيفيها صافي كترطب لك العجينه هكا. تخدميها مزيان هكذا في بوحديتها شي طبصيل ولا شي بانيو ولا شي حاجه صافي، وكتضيفيها على العجين هكا بركه. شفتوا غير اون فوا كنحس بلي العجينه تلمات وتفكات لي على القصعه صافي نعرف بلي لاباط ديالي ما محتاجاش للدقيق. هانتوما كتشوفوا هي هذيك صافي. غادي ناخذ لاطا الحلوه الاولى هكا صافي. هذا مكان هانتو شتي لاباط زوينه. غادي في بعد ما كنكورو الكويرات ديالنا كنمرغوا هاد المريشم هذا ديال الورده اولا الشميشه صافي، وكنضغطوا عليها بهذه الطريقه هذه هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. انا درت لها غير هكذا كيعجبني هذا المنظر ديال هاد الشميشه هذه. وانتم الا بغيتوا ديروا شي مريشم عندكم زوين. انا الصراحه باقي ما يعني ما شريت شي مراشم هكذا جداد. كنقطو نص ديال الكاوكاو وكنديروها في الوسط نت. بعد ما كنرشمهم هكذا ضروري ما نغطسو في الدقيق بهذه الطريقه هذه. نوريكم كيفاش زينت هاد الحليوه هذه. كناخذوا هكذا كميه ديال الكاوكاو هكا كنغطسوهم هكا في بيض البيض صافي، وكنديرهم في هاد الحفره هذه ديال المرشم. نختاروا هكذا الكاوكاوات يكونوا صغيورين صافي، وكن باش يلصقوا باش ملي من يطيبوا ما يزولوش لينا الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندنا كامل هكا صافي. الفرن راني شعلاتو قالت لي وحيده صافي. غادي نطيبها من التحت. راه الحلوه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب صافي، وديك الساعات غادي نقدمها لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. قدات الحبيبات راه كتجي بحال شكل الغريبه هذه. اذا هذه الحليوه صوبناها بالكاوكاو والغبره ديال البسكوي.
هانتوما البنات ملي كتخرج الحلوة ديالنا من الفران وهي سخونة، كنوجدو لها واحد التغطية ديال السكر سبيسيال، كنمرغوها كاملة في السكر سبيسيال صافي، وكنصدفوها هكذا في الطبسي، كيجي المنظر ديالها راقي وجميل، وحتى المذاق يعني ما تيكونش حلو بزاف. هذا مكان، ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. راها الحلوة لذيذة لذيذة ومقرمشة بواحد الشكل زوين، وخا تبقى معكم مدة طويلة ما كترطبش. وهكذا تمنيت لكم ان شاء الله فرجة ممتعة، والى فيديو اخر وصفة اخرى بحول الله.